أكد اسم الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري على ريادة مملكة البحرين في القطاع التعليمي الذي تنامى دوره بعطاء أبناء البحرين وبإخلاصهم في تحقيق الرسالة التربوية وارتباطها الوثيق بالهوية والوطن التي أكدها تكامل الاستراتيجيات والخطط التعليمية في هذا الوطن العزيز في ظل مسيرة الإنجاز المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. لافتا سمو إلى دور المؤسسات التعليمية سواء على مستوى التعليم الخاص أو العام وبإسهاماتها في تعزيز البرامج وتأكيد جودة المخرجات خاصة مع تنافسية هذا القطاع فيما يتم تقديمه من خدمات تتواكب مع التطلعات، مؤكدا سمو على أن نجاح البرامج والخطط التعليمية والتربوية هي ضمانة مهمة نحو المستقبل الذي ننشده جميعا لمختلف الأجيال. جاء ذلك لدى رعاية سموه لحفل افتتاح مدرسة الدكتور ميل عتيبي بالمنطقة التعليمية بمدينة عيسى بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعددا من كبار المسؤولين ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين. قام سموه بجولة في المدرسة اطلع خلالها على مرافقها واستمع من معالي الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيسة مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين حول البرامج والمناهج التعليمية التي تقدمها لمرحلة ما قبل المدرسة لإعداد الأطفال وتنمية مهاراتهم الأساسية بشكل علمي متطور إلى جانب المناهج والأنشطة التي تكرس الهوية والمواطنة واللغة العربية والدين. أعرب اسم الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة عن سروره برعاية وحضور حفل افتتاح هذه المدرسة وقال سموه إننا نسعد برؤية مثل هذه المبادرات التي توجه للاستثمار في التعليم والإسهام في تعزيز جودة مخرجاته. ونوه سموه بجهود معالي الدكتورة الشيخة مي بن سليمان العتيبي وبما تقدمه مدرسة بيان البحرين من مشاريع تربوية متطورة، متمنيا سمو لمدرسة الدكتورة مي العتيبي وهيئتها الإدارية والتعليمية كل التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة. بهذه المناسبة أشادت معالي الدكتورة الشيخة مي بن سلمان العتيبي رئيسة مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين بما يلقاه قطاع التعليم من رعاية واهتمام وبما حققه هذا القطاع من إنجازات متميزة في برامجه ومخرجاته في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. ونوهت بدور سمو رئيس الوزراء في تعزيز ودعم المسيرة التعليمية بما يعكس رؤى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهاته للاستثمار في المواطن، كما أشادت بالجهود المشهودة لسمو ولي العهد في تطوير قطاع التعليم بمختلف مستوياته ومؤسساته. وتوجهت في تصريح لها بمناسبة افتتاح مدرسة الدكتورة مي العتيبي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري على تفضل سموه برعاية حفل افتتاح المدرسة بما أبداه سموه من اهتمام بمختلف الخدمات والمرافق في هذه المدرسة الجديدة. أكدت معالي الدكتورة على أن مملكة البحرين تمتلك إمكانات كبيرة تسهم في تعزيز وتطوير التعليم واحتضان مختلف مؤسساته، واستطاعت البحرين منذ انطلاق التعليم النظامي فيها من السير وفقا لخطط وبرامج أكدت من خلالها تميزها في هذا القطاع. أوضحت أننا في التعليم الخاص قد استطعنا أن نواكب كافة المتطلبات في تقديم خدمات تعليمية لمختلف المراحل الأساسية في إطار منهجي بجودة عالية ورؤية واضحة لملامح المخرجات المطلوب صنعها، مستفيدين من تاريخ مملكة البحرين وتجربتها التعليمية. واختتمت معالي الدكتورة الشيخة مي العتيبي تصريحها قائلة إنه برعاية ملكية سامية كريمة يتم تطوير التعليم باعتباره عملية مستمرة بمملكة البحرين، وسنسعى دائما إلى المساهمة في ذلك كمؤسسة تعليمية في قطاع التعليم الخاص.